الإمارات تطالب المجتمع الدولي بالتصدي للتهديد الإيراني. منظمة الصحة العالمية تكشف نصف سكان العالم لا يحصلون على خدمات صحية أساسية. وعلماء كنديون يتعرفون على سر أصوات غريبة تصدر من الأرض. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من التهديد الإيراني على المنطقة العربية. طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي بالتصدي بقوة أكبر للتهديد الذي تشكله إيران، مشيرة إلى أنها تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع حلفائها لاتخاذ إجراءات تكفل الامتثال لقرارات الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إن الأدلة التي قدمتها الولايات المتحدة لا تترك مجالا للشك بشأن تجاهل إيران الصارخ لالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة. في الشأن السوري، أعلن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفن ديمستورا فشل الجولة الثامنة من محادثات جنيف بشأن الحرب في سوريا، واصفا الجولة الأخيرة من المحادثات بأنها كانت تمثل فرصة كبيرة مهدرة، عادا أن هناك حاجة لمزيد من الإرادة السياسية. وأعرب المبعوث الدولي عن أسفه لعدم مشاركة وفد النظام السوري في المفاوضات المباشرة مع المعارضة. إلى فرنسا، حيث قتل 4 طلاب وأصيب عدد آخر بجروح جراء تصادم قطار حافلة مدرسية عند سكة حديد خارج بلدة بريبينيا جنوب غربي فرنسا، ومعظم الجرحى طلاب كانوا في الحافلة تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عام. قال مدعون أمريكيون إنهم وجهوا اتهامات إلى امرأة في نيويورك بتهمة غسل ما يزيد عن 85 ألف دولار أمريكي من أموال حصلت عليها بالاحتيال عبر عملة بيتكوين الإلكترونية لمساعدة تنظيم داعش. ويقول المدعون إن المتهمة حصلت على قرض وعدد من البطاقات الائتمانية ببيانات غير صحيحة تقدمت بها لمؤسسات مالية واستخدمت هذه الأموال في شراء عملة بيتكوين، مشيرين إلى أنها كانت عقيدة النية على الذهاب إلى سوريا. قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش إن هناك الآن فرصة لاختبار نوايا حزب الإصلاح اليمني وتغليب مصلحة اليمن ومحيطه العربي، وذلك بعد أن أعلن الحزب مؤخرا فك ارتباطه بتنظيم الإخوان الإرهابي. وذكر قرقاش أن اللقاء الذي جمع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد مع قادة حزب الإصلاح اليمني في السعودية يسعى إلى توحيد الجهود لهزيمة إيران وميليشياتها الحوثية. على الرغم من الاضطرابات الأمنية وتهديدات الإرهابيين في أفغانستان، شكلت مجموعة من الفتيات من ذوات الاحتياجات الخاصة منتخبا لكرة السلة، شاركنا من خلاله في عدد من البطولات الدولية وحققنا انتصارات عدة. التفاصيل في تقرير الزميلة ديما نجم. في أفغانستان تعاني النساء كثيرا من الحرمان نتيجة العنف المتصاعد، إلا أن ضحاياه يصررن على مواصلة الحياة رغم ما لحق بهن جراء الحروب والقتال. المنتخب الأفغاني النسوي لذوات الاحتياجات الخاصة لكرة السلة مبادرة تأتي ضمن سعي النساء في أفغانستان للتغلب على واقع صعب وبث رسالة أمل إلى مثيلاتهن في دول أخرى تعاني من براثن الإرهاب. قبل 5 سنوات فقدت قدمي بسبب انفجار وقع قرب السوق القريب من بيتنا. كنت شابة طموحة وكنت مولعة في مشاهدة مباريات كرة السلة التي كنت أحلم أن ألعب بها يوما، وبعد إصابتي بدأ حلمي يتلاشى رويدا رويدا، لكنني فكرت في طريقة أخرى يمكن أن أحقق حلمي. بعد مدة وجيزة سمعت أن الصليب الأحمر بدأ في أفغانستان يدرب فريقا نسائيا من ذوي الاحتياجات الخاصة ليصبحوا المنتخب القومي لكرة السلة للكراسي المتحركة. على الرغم من كثرة العنف والحرمان اللذين تعاني منهما المرأة الأفغانية، إلا أن هناك حالات تعكس إصرار بعض النساء في هذا البلد على مواكبة التغيير بعد حقبة طويلة من إرهاب طالبان.
نحن من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومع ذلك حققنا النجاحات بمجهودات فردية، ولم يكن هناك حوافز وتشجيع لا من قبل الحكومة الأفغانية ولا حتى من قبل عائلاتنا، بل نتلقى أحيانا التهديدات من قبل المجهولين، وفي كثير من الأحيان لا نستطيع الوصول إلى صالة التدريب بسبب الاضطرابات والحوادث الأمنية التي تحدث في كابول. أكثر ما يؤرقنا هي الهجمات الانتحارية والانفجارات، ومع ذلك أكون في غاية السعادة في اليوم الذي أقضيه في صالة التدريب. مع عودة شبح التطرف والعنف إلى عدة مناطق في البلاد، إلا أنه لن يقف عائقا أمام لاعبات هذا المنتخب، فأحلامهن أقوى من اعتداءاته. شاركت في العديد من البطولات هنا في أفغانستان والخارج، لكن المباراة التي أذهلتني هي التي دارت بين أفغانستان وتايلاند والتي أقيمت في أندونيسيا. في أفغانستان الإعاقة البدنية هي مشكلة كبيرة بحد ذاتها، إضافة إلى الكلمات الجارحة والمزعجة التي يقولها لنا الناس. فمثلا هنا في أفغانستان يتحدث الكثير عن الإعاقة وعن النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة ويقولون يجب عليهن البقاء في البيت. هذه الكلمات وغيرها كنت أسمعها بشكل يومي من أعضاء الأسرة وحتى من المارة الذين جمعتني بهم الشوارع والطرقات في طريقي من وإلى مركز التدريب. هذه ليست تجربة رياضية فحسب من قبل هؤلاء الفتيات للتعامل مع إعاقتهن البدنية، بل تتعدى ذلك إلى تخطي الحواجز النفسية عند المرأة الأفغانية التي عانت من التهميش على مدى سنوات. لنشرتنا بقية مشاهدينا، ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير. أحييكم من جديد. قالت منظمة الصحة العالمية إن نصف سكان العالم على الأقل لا يمتلكون من الحصول لا يتمكنون من الحصول على خدمات صحية ضرورية، فيما يجبر كثيرون آخرون على دفع مبالغ مالية ضخمة مقابل الخدمات الصحية. وأضافت المنظمة أن نحو 800 مليون شخص في أنحاء العالم أنفقوا 10% على الأقل من دخلهم على الرعاية الصحية لأنفسهم أو لأطفالهم، وما يصل إلى 100 مليون منهم لم يتبقى لهم سوى دولار و90 سنتا يوميا للعيش به نتيجة لذلك. خسائر من الذهب والفضة ومواد ثمينة أخرى تقدر قيمتها بنحو 64 مليارا و61 مليون دولار حول العالم، سببها عدم تدوير النفايات الإلكترونية. دراسة جديدة تفاصيلها في تقرير الزميلة حنان ظاهر. متى كانت آخر مرة أخذت فيها جهازاً إلكترونياً للتصليح؟ هل حدث أن فضلت أن تشتري جهازاً جديداً بدل إصلاح القديم لأن تكلفة إصلاحه تقارب قيمة جهاز جديد؟ ألاف الأجهزة ترمى في حاويات القمامة، تهدر وتضيع هباءً، لكن هل كنت سترميها إذا علمت أنها تحتوي ذهباً؟ كشفت دراسة حديثة عن زيادة كميات النفايات الإلكترونية في أنحاء العالم العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 45 مليون طن، مشيرة إلى أنها تضم ذهباً ومعادن أخرى قيمة، وذلك نظراً لعدم إعادة تدوير سوى عدد محدود من أجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة. وأوضحت الدراسة التي حظيت بدعم من الأمم المتحدة أن ارتفاع مستويات الدخول وتراجع أسعار كثير من المنتجات من الألواح الشمسية وحتى المبردات تسبب في زيادة كميات النفايات الإلكترونية بنسبة 8% منذ آخر تقييم أجري عام 2014. وذكرت الدراسة التي أعدتها جامعة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات ورابطة النفايات الصلبة الدولية أن وزن النفايات الإلكترونية في عام 2016 كان يعادل وزن برج إيفل بنحو 4500 مرة. وقالت الدراسة إن المواد الخام داخل النفايات المعدنية في العام الماضي تقدر قيمتها بنحو 64 مليار و61 مليون دولار، ومنها معادن مثل الذهب والفضة والنحاس والبلاتين والبلاديوم. الأمر الصادم هو أن 20% فقط من الكمية يتم جمعها بشكل رسمي وتدخل برامج إعادة التدوير. وأضافت الدراسة أن النفايات الإلكترونية مرشحة للزيادة إلى 52 مليون و200 ألف طن في عام 2021، مشيرة إلى أن الصين أكبر مصدر لهذه النفايات بما يصل إلى 7 ملايين و200 طن في العام الماضي.
انطلاقا من تجربة شخصية، يجمع زوج إحدى المتوفيات بمرض السرطان الأدوية التي لم يعد بحاجة إليها مرضى السرطان فيقدمها إلى محتاجين لها، في بادرة ترفع عن كاهل المريض حملا كبيرا. بكل فرح يعيش هاني نصار يوميا ما عاشه من ألم ووجع خلال 5 سنوات من مرض زوجته بربارة بالسرطان، فيما يقوم بخدمة من يعانون من المرض نفسه. بربارة قالت شغلة مرة، أنه الإنسان ما بيعرف قيمة حياته إلا ما يمرض، وهذا نحن عن جد عشناه. يعني بس تشوف تعيش المرض بتقل، بتصير قصص كتير قدامك بايخة، بس بقوة ربنا نحن عشناه بفرح وبرجع، يعني بالرغم من الوجع كله سوا. وحتى بس راحت بربارة كانت ناس تقلنا انه كنا خيفانين انتو تعملوا شوك، يعني جايين نعزيكم انتو عم بتعزونا. الحكاية تبدأ منذ العام 2009، رحلة تحدي السرطان ومحاربته بالضحكة بعدما كان ينذر بموت قريب، ورفع الزوجان شعار ان يعيش المريض بكرامة فلا يتوسل ولا يتسول. وبعد وفاتها أطلق الزوج حملة جمع التبرعات لمساعدة مرضى السرطان، ثم حملة تجميع الأدوية العلاجية التي ولدت من معاناة عائلة، إلا أنها كانت بصيصة أمل لعائلة أخرى. نحن موجودين بالمستشفى مرة توفت صديقة لنا، بقي من وراها 7 حبوب دواء. دواء وقتها كان حقه 6000 دولار. في عنا صديق تاني برات بغير مستشفى، جارنا كان عايز كم حبة من هالدواء لحتى يتأخر عليه الضمان ليدفع له ليقبض أول شهر ليقدر يجيب تبع تاني الشهر. فأخذنا هال7 حبوب من أهل صديقتنا وعطيناهم للمريض التاني صديقنا. هيك ولدت فكرة قصة الأدوية، لأنه في كتير أدوية نحنا بس يوقف له علاجه الحكيم أو يتوفى المريض عم تبقى بالبيوت وبتخلص مدتها، ما حدا بيقدر يستعملها. يعني طوع منزله مستودعا حيث يتم استلام الأدوية التي لم يعد بحاجة إليها الناجون من السرطان أو تلك التي يتبرع بها الأهل، وتسليمها أو توصيلها إلى غيرهم ومجانا طبعا. هيدا مريض وصف له الحكيم، أمنه من الوزارة، رجع عمالي يمو تغير العلاج تبعه. هذا هو بدل ما يبقى، يعني في وحده مختومه وحده بنشال منها كم حبه. هلا بفتره معينه بينقطع الدواء من الوزاره، او مريض بينوصف له بيكون برات البروتوكول قادر يستفيد بس منه FDA approved، الحكمه يصر انه لا بدك نجيب هذا الدواء، بيقدر يلاقيه عنا. فبهذه الطريقه عم نقدر نساعد من مريض لمريض. وقد ايه تقريبا قيمه المساعدات اللي صرتوا هلا مقدمينها بهذا الاطار؟ نحن بعد ما صرنا 3 سنين صرنا عاملين مساعدات بقيمة 825 مليون ليرة، يعني عم نحكي 550 ألف دولار. اليوم هاني يسعى إلى توسيع عمل جمعيته ليطال أكبر فئة مستهدفة ويستقطب مزيدا من المتطوعين الراغبين في خدمة مرضى السرطان، فضلا عن قيامه بحملات توعية تستهدف كل شرائح المجتمع وليس النساء والأطفال فقط. من معاناتهم، من تجاربهم، من حسن نيتهم تتولد مبادرات الخير، حيث تمتد يد الإنسان إلى أخيه الإنسان بمعزل عن الانتماءات، من أجل حياة أفضل، من أجل حياة كريمة. لأخبار الآن، تريسي أبي أنطون، لبنان. نجح علماء كنديون في قياس ذبذبات الأصوات الغامضة التي تصدر من قاع المحيطات ليتأكدوا من لغز ما يعرف بالهمهمة الغامضة للأرض، لكنهم لم يستطيعوا حتى الآن تحديد مصدر هذا الهدير الذي يشكل سرا عمره نصف قرن. التقرير التالي والتفاصيل. قد يبدو هذا كالخيال العلمي، لكن العلماء يطاردون منذ سنوات مصدر أصوات غريبة تبعثها الأرض ولا يعرف أحد سببها. لكن هذا اللغز الغامض لهمهمة الأرض لم يعد كذلك. فريق من العلماء الكنديين تمكنوا من قياس هذه الأصوات المحيرة ليؤكدوا أن مصدرها قيعان المحيطات، بيد أنهم لم ينجحوا بعد في تحديد مصدر هذا الهدير. إنها المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن مصدر همهمة الأرض، وهو الموضوع الذي بدأ الحديث به عام 1959، لكن العلماء لم يستطيعوا القطع الجازم بوجوده إلا في عام 1998. على الرغم من تأكيد العلماء على عدم قدرة الإنسان سماع هذه الهمهمات التي تقل 1000 مرة عن حاجز 20 هرتز،
والذي يستطيع الإنسان سماعه، إلا أن الآلاف أكدوا سماعهم لها خلال العقود الماضية. يصف شهود همهمة الأرض على أنها كصوت شاحنة تتحرك خارج المنزل، فيما يشبهها آخرون بنغمة آلة البيس الموسيقية، في حين يرى البعض أنها أقرب للضجيج الهائج. ولم يكن بمقدور العلماء قياس الطنين الصادر من قاع المحيطات، لأن مقاييس الزلازل تقيس الحركة، مما يجعل تدخل المد والجزر يحجب أي قراءات للإشارات الصغيرة كالتي تصدر عن همهمة الأرض. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد فاصل أخير: لماذا يقصد الشباب في الإمارات الجبل الرملي عرقوب الفايا؟ أحييكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. نبدأ تجولنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة القبس الكويتية التي نقرأ منها: جراح بريطاني يحفر اسمه على كبد مرضاه. اعترف جراح بريطاني يلاحق قضائيا في برمنغهام بأنه حفر الحرفين الأوليين من اسمه بالليزر على كبد مريضين كان يجري لهما عملية زرع في العام 2013. ونطالع من صحيفة الغد الأردنية: طفل في السادسة يجني 11 مليون دولار من يوتيوب. بلغ دخل طفل في السادسة من عمره 8,200,000 جنيه استرليني سنويا من خلال عرضه ألعابه على موقع يوتيوب. ويعمل الطفل ريان على عرض الألعاب على قناته الخاصة ريان تويز ريفيو، وقد استطاع أن يجمع ما يقارب من 11 مليون دولار في عام واحد فقط. واخترنا لكم من صحيفة النهار اللبنانية: ولدت بقلب خارج صدرها. ولدت رضيعة تدعى ثانلوب ويلينكس بقلبها خارج القفص الصدري، ولتصحيح وضع قلبها خضعت لثلاث عمليات جراحية. وأشارت المستشفى التي ولدت فيها ثانلوب إلى أنها ربما تكون الحالة الوحيدة من نوعها التي ظلت على قيد الحياة في بريطانيا. وختاما من صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت بين صفحاتها: حفرية بطريق بحجم إنسان. أعلن المتحف الوطني النيوزيلندي اكتشاف حفرية بطريق بحجم إنسان عثر عليها في صخرة يقدر عمرها ما بين 55 و60 مليون عام في أحد شواطئ ساوث آيلاند الجزيرة الجنوبية في عام 2004. ومع ذلك فإن استخراج العظام تطلب الانتظار حتى عام 2015 عندما أتيحت التكنولوجيا اللازمة لذلك. نعود إلى أخبارنا مشاهدينا، وفيها: أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في المملكة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في المملكة، وبذلك يسجل هذا التاريخ في قائمة التواريخ المهمة في تقدم العمل السينمائي في السعودية. طبعا ما في شك هذا التاريخ يعني حيكون مميز جدا جدا لنا في المملكة العربية السعودية. نشكر وزارة الثقافة والإعلام اللي أخيرا أصدرت هذا التشريع واعترفت بالسينما. أمنيتي التوفيق، أتمنى بس من هيئة الإعلام المرئي والمسموع أو وزارة الثقافة والإعلام أن تدار هذه الصلاة من خلال شركات سعودية، ومنح الأولوية للفيلم السعودي والخليجي والعربي ثم الدولي. حقيقة كنا من فترة طويلة منتظرينه، وكنا نطالب فيه يعني بإعادة دور السينما، علما أنها كانت موجودة قبل 30 سنة، يعني موجودة عندنا أكثر من سينما كانت في جدة. الآن عودتها حتعطينا يعني توهج أكثر وتواجد أكثر، وحنواكب العصر اللي حنا فيه واللي يطمح سمو ولي العهد أنه حنا ينقلنا إليه، إلى العالم المتقدم، العالم الحضاري اللي كل شيء موجود عنده. أوضحت الوزارة أنها ستعمل على إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة،
ووضع كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة، وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوماً، مع التأكيد على مراقبة محتويات العروض التي ستقدم وفق المعايير الإعلامية المنصوص عليها في المملكة. أنا كمخرجة سعودية لي أعمال سابقة ومشاركات سابقة، القرار هذا طبعاً كان قرار بالنسبة لي شيء يعني أسعدني، لسبب أنه إحنا بننتج، أنا وكثير من الشباب بينتجوا أفلام سواء كانت قصيرة أو طويلة، بس ما بتشوف النور. ما بتشوف النور ليه؟ لأنه ما في مكان، ما في أرض أنت تعرض عليها، ما عندك مكان تعرض عليه، فبالتالي بنضطر أنه نشارك. قبل ما نشارك في بلدنا بنشارك في مهرجانات عالمية خارج البلد. يرى الكثيرون بأن هذا القرار خطوة طال انتظارها، ولها إيجابيات عديدة تعود بالنفع على القطاع الإعلامي والمجتمع السعودي ككل. أنت كده عارف السينما ممكن تشوف ثقافات البلدان الأجنبية وتشوف أفلام، يعني عارف جدا اللي أنت كنت تطمح أنك تروح تسافر عشانها، فالآن هي موجودة عندك. ويعني إحنا كمان نطمح كممثلين أنه عارف أفلامنا إحنا تعرض في السينما، بس إن شاء الله بالدعم وبالحاجات دي راح نتوفق فيها إن شاء الله. سيعمل هذا القرار وبشكل كبير على دفع عجلة النمو الاقتصادي في القطاع الإعلامي، وبدوره سيسهم في زيادة الأعمال السينمائية وتقدم حركتها في السعودية. لأخبار الآن عماد فؤاد، جدة. مع اعتدال درجات الحرارة يبدأ المواطنون والمقيمون في دولة الإمارات العربية بالاستمتاع في ربوع الدولة، خاصة الأماكن المفتوحة منها، إذ ينتظر كثير من الشباب هذا الفصل من السنة الذي ينبئ بابتداء موسم البر. هكذا تبدو الطريق إلى عرقوب الفاية، الجبل الرملي الذي يقصده الشباب في دولة الإمارات طلبا للإثارة والمتعة في فصل الشتاء. في هذه النقطة يتجمع الشباب لتبدأ أولى فصول المغامرة بالتنسيم، وهو خفض ضغط إطارات السيارات كي يتسنى لسائقيها القيادة من دون أن تعلق في الرمال. تتجه مجموعة الشباب عبر هذه الكثبان الرملية وصولا إلى ما يسمى باللهجة الإماراتية العرقوب، والذي ستعرف أنك قد بلغت بسماعك هذا الصوت. يستعد هذا الشاب لاختبار قدرة سيارته مثل كثير من السائقين هنا للوصول إلى قمة هذا الجبل، غير أن محاولته الأولى تبوء بالفشل، فيعاود الكرة مرة تلو الأخرى كغيره من الشباب. يقوم كثير من الشباب الإماراتي بتعديل سياراتهم لتتمكن من صعود جبل بهذا الارتفاع، فبلوغ قمته هدف سائقي الصحراء الذي لم يمنعهم عنه كثرة تساقط الأمطار أو حتى حلول الظلام. وكان هذا ناس تجهز مواتر من قبل شهر 10. لو تلاحظ فيه بتشوف فيه أوردرات مكاين سكسبنشن، كله تحضير لهالمكان. الناس اللي ما تسابق في الشوارع يعني أماكن خطرة بيون يفرغون طاقاتهم في هالمكان هذا. لا تخلو هذه الهواية من الخطورة، فكلما ازدادت الإثارة ازدادت معها احتمالية وقوع الحوادث، مما دفع خليفة المعمري أحد المؤثرين الإماراتيين على مواقع التواصل إلى توجيه رسالة توعوية لمرتادي هذا المكان. في الويكند الشباب أكثرهم موجودين هنا، خاصة الشباب، يعني نركز على الشباب. فأنا عندي نصيحة أقدمها للشباب، العرقوب قدامكم، سووا اللي تبونه، لكن كل واحد يسوي اللي يباه بعقل. أتمنى من الشباب عن طريق هذا المنبر أن ما حد يوقف تحت عشان ما يتعرض لأي حوادث أو أي شيء من هذا القبيل. الشيء الثاني يا شباب، أهم شيء سلامتكم قبل كل شيء. استانس، سووا اللي تباه، بس رد لهلك سالم غانم. يتطوع مجموعة من الشباب في هذا المكان للمحافظة قدر الإمكان على السلامة العامة وتقديم المساعدة عند الضرورة.
الحمد لله أنا من المتطوعين في الفاية، وفي بعض الشباب متطوعين معانا، في عدد تقريبا 200 واحد في المجموعة. نحدد الوقت وأي يوم بالضبط، أني نرتب نحط أقماع، ننظم نحط لافتات، نقول شو بنسوي في اليوم، كيف النظام، كل أسبوع نغير النظام. الحمد لله متفاهمين يانا شباب. يجتمع عشرات الشباب بسياراتهم أسفل عرقوب الفاية للاستمتاع بمشاهدة منافسات الشباب في الوصول إلى القمة في أجواء من الحماس والمتعة، سعياً إلى الترويح عن النفس وتفريغاً للطاقات بعيداً عن المدينة وصخبها. عبد الناصر عبد الرحمن لأخبار الآن من إمارة الشارقة. أعطى النجم السينمائي الأمريكي الشهير جورج كلوني نحو مليون دولار أمريكي ل14 فردا من أصدقائه المقربين، وذلك كهدية منه تقديرا وعرفانا بمساعدتهم له خلال مسيرته الفنية. وأوضح أحد الأصدقاء المقربين من كلوني أن الأخير سدد كل الضرائب على 14 من أصدقائه مدة عام كامل، وأعطى كل واحد منهم مليون دولار أمريكي اعترافا بالجميل. يا لهم من محظوظين. في خبر آخر، طلب الفنان هاني شاكر من جمهوره في الكويت أن ينتظرونه يوم 21 من الشهر الجاري، وبث شريطا مصور يؤكد فيه أنه ينتظر الوقوف على خشبة مسرح دار الأوبرا في الكويت بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ليستمع إليه جمهوره الكويتي والعربي. يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن حفلات رأس السنة في دبي، ومن المنتظر أن يقدم خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغانيه القديمة والجديدة. يذكر أن عمرو وقع مؤخرا عقدا لتقديم برنامج تلفزيوني جديد من نوعه. وقبل ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. الإمارات تطالب المجتمع الدولي بالتصدي للتهديد الإيراني. منظمة الصحة العالمية تكشف نصف سكان العالم لا يحصلون على خدمات صحية أساسية. وعلماء كنديون يتعرفون على سر أصوات غريبة تصدر من الأرض. بهذا إذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر. يمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. أعود وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء. دائما كونوا معنا.